بدعاء شيخنا الشيخ سعد أبي لشيخنا الشيخ المحفوظ ابن شيخنا الشيخ أبا ابن شيخ محمد فاضي ابن مامي. قال شيخنا الشيخ سعد أبي: بسم الذي أمر بالدعاء وفتح الأبواب بالأسماء، وقال ادعوني أستجب دعاءكم ولكم أجزي على إذعانكم، ثم الصلاة والسلام ما افتقر لله جل ذو افتقار وضرر. الله يا الله أجب دعائي فأنت ذو فضل وذو عطاء. الله يا الله أجب دعائي بالذات والصفات والأسماء. الله يا الله يا رب النبي أجب دعائي ودعاء نصر أبي. الله يا الله باسم الأحد أكرم لنا يا ذا العلا بالمقصد في هذه ودائنا الآتية، بحق عز ذاتك العلية، بحق ذات لم تكن مثل الذوات، وبالصفات لم تكن من الصفات، بالسيد المحفوظ في المراد في النفس والأتباع والأولاد، بالسيد المحفوظ في المراد في النفس والأتباع والأولاد. أكرم وأكرم بالحضور والشهود له على الركوع ربي والسجود. آمين يا رب العالمين. بحمد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.